ابن عمر رضي الله عنهما. انظر سبحان الله، صاحب السنة لا يريد البدعة ولو قلت، ولا يريد صاحبها. لو أراد أن يتقرب إليه ما قبل قلبه، يكرهه. ابن عمر رضي الله عنهما لما دخل المسجد وإذا بالمؤذن في صلاة الظهر يقول الصلاة خير من النوم، فخرج. قيل ما الذي أخرجك؟ قال أخرجتني البدعة. في أي مكان؟ في المسجد، ليس في محافل ولا في مؤتمرات، في مكان طيب وطاهر. ثم هذا الرجل المؤذن قد يكون معذورا لجهله أو اجتهد مثلا، ليس معهودا منه، ومع ذلك انظر القلب السليم لا يقبل البدع ولا يقبل أهلها، لكنهم يدعون، يدعون بالعلم الشرعي، تعالوا إلى ما جاءت به النصوص. إن قالوا لا قلنا لهم صدق عليكم قول الله عن المنافقين، قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.